وغادي نكملو التمرين الثاني. سؤال رقم 4، مطالبين نحسبوا ليميت اكس يعود 3 جذر اكس زائد 1 ناقص 2 على اكس ناقص 3. دونك قبل ما ندوز لهذا التمرين غادي ندير واحد التذكير، ندير واحد المتطابقه. المتطابقه كيعرفها كيعرف كلشي كيعرفها، ما حافظهاش ماشي مشكل، راه حفظها دابا. عندنا ا ناقص بي عامل ا زائد بي كتعطينا ا اوس 2 ناقص بي اوس 2. هذه هنا يكون لي عددين فرقيين ا و بي لدينا. المتطابقه هي ا ناقص بي عامل ا زائد بي. المهم جو ريبيت، اللي ما حافظهاش يعاود يقرا. غادي نستعملو في التمرين. أول حاجة بغينا نحسبو هاد ليميت، أول حاجة غنديرو غادي نعوض. عندنا ليميت إكس تعود لتلاتة كيدير إكس زائد 1 ناقص 2 على إكس ناقص 3. غنعوضو إكس باش بتلاتة. عندنا 3 زائد 1 هي 4، إذا 4 هي 2، 2 ناقص 2 هي 0، وهنا 3 ناقص 3 هي 0. 0 على 0 لأن الشكل غير محدد، عشنا أشكال غير محددة كاين 4، إذا خصنا نحدو هاد الشكل. هنا ما عندناش حدوديه باش نديرو القسم الاوكليدي. ملي كيكون جذر مربع كيكون عندنا شكل غير محدد، غالبا كنستعملو ما يسمى بالمرافق. اش كيعني المرافق؟ يعني المرافق ديال ا ناقص بي هو ا زائد بي، اللي كيعطينا ا مربع ناقص بي مربع. المرافق ماشي ضروري ديرو الفوق ولا التحت، كنتبعو فين عندنا الجذر. دابا مثلا هنا عندنا الجذر الفوق، اذا بحال كاين عندي ا وهادي بي. ا هي جذر اكس زائد 1 ناقص بي، بي هي 2. أنا غنستعملو المرافق. علاش كنستعملو هاد المرافق؟ باش كنحاولو نختزلو بإكس ناقص هاد العدد إكس ناقص 3. غنشوفو المرافق، هنا المرافق ديال جذر إكس زائد 1 ناقص 2 هو جذر إكس زائد 1 زائد 2. درنا الجذر في هاد العدد فوق، خصنا نديرو حتى إكس ناقص 3 عامل جذر إكس زائد 1 زائد 2. علاش درنا هاد المرافق؟ باش نستعملو المتطابقة ديال ا ناقص بي عامل ا زائد بي، كتعطينا هي ا أوس 2. ناقص ا أوس 2 يعني جذر أوس 2 ناقص 2 أوس 2. هنا منشطروش، إذا إن شاء الله كيوقع مشكل، حيت حنا باغيين اختزال بإكس ناقص 3، إذا إن شاء الله متفكرش بأن إكس ناقص 3، خلوها دائما بحركة. الجذر مع أوس 2 كيفي الجذر تساوي تساوي مربع كيعطينا إكس زائد 1، جوج مربعين عندنا 1 ناقص 4 هي ناقص 3، هنا إكس ناقص 3 عامل، حنا بينا هنا إكس ناقص 3 نختزلو بعد إكس ناقص 3، إلا اختزلنا غادي يبقى واحد على، حيت أي عدد راه نضرو فيهاش واحد، قلنا ليميت إكس يعود لتلاتة، واحد على جذر إكس زائد 1 زائد 2، دابا غنعوضو، غنعوضو إكس باش 3 زائد 1 هي 2. 3 زائد 1 هي 4، جذر 4 هي 2، 2 زائد 2 هي 4، إذا نبقى عندنا 1 على 4. إذا هذه هي الطريقة ديال ما يسمى بالمرافق. درنا في الحدوديات قسم الأوكليدية، ملي كيكون جذر مربع كنستعملو المرافق. التمرين الثاني، السؤال رقم 5، بغينا نحسبو ليميت إكس تعود ناقص 2، إكس زائد 2 على جذر إكس زائد 3 ناقص 1. أول حاجة غادي نقومو به هو التعويض. غنعوضو إكس باش ناقص 2، ناقص 2 زائد 2 هي 0، هنا ناقص 2 زائد 3 هي 1، جذر 1 هو 1، 1 ناقص 1 هو 0، 0 على 0 شكل غير محدد، ماشي ضروري نكتبو ولكن كتبنا هنا. إذا أول حاجة دائما كنشوفو الشكل واش غير محدد، بحيت بعض المرات كيكون محدد، لا مندير شي ترانسفورماسيون. إذا أش غنستعملو هنا؟ غنستعملو ما يسمى بالمرافق. فين عندنا الجذر؟ عندنا الجذر في المقام، إذا خصنا نستعملو المرافق ديال المقام، بحال هادي أ ناقص وهادي بي. إذا المرافق ديال جذر إكس زائد 3 ناقص 1 هو جذر إكس زائد 3
زائد واحد. المجهود في العدد تحت حسب لي رفع فوق. هذه المرة باغي نخدمو باش إكس ناقص العدد، يعني إكس ناقص ناقص جوج، يعني إكس زائد اثنان. هاي هي عندنا هنا، هاي إكس زائد اثنان، خلو الحركة، هاي هي جدر إكس زائد ثلاثة زائد واحد. هنا غنخدمو المتطابق ديال أ ناقص ب عامل أ زائد ب، هاذي كتعطينا أ أس اثنان ناقص ب اللي هو واحد أس اثنان. أس اثنان مع الجدرة مع المربع كيتعيد إكس زائد ثلاثة ناقص واحد. قلنا ستار ولا غادي نزيدو، هادي إكس زائد ثلاثة زائد واحد، وهنا عندنا ثلاثة ناقص واحد هي اثنان. إذا كاين اختزال، غادي يبقى لنا ليميت كيما كنختزلو عاد نحسبو. طبعا نعوضو بناقص اثنان، ناقص اثنان زائد ثلاثة هي واحد، جدر مربع واحد هو واحد، زائد واحد هو اثنان. وغادي نكملو التمرين الثاني، السؤال رقم ستة. وعندنا ليميت إكس يساوي ولا واحد، جدر إكس زائد ثلاثة ناقص اثنان على جدر إكس ناقص واحد. بغيت شكل غير محدد، وعندنا شكل غير محدد، وعندنا جدر مربع، ولكن لاحظوا هنا عندنا الجدر فوق والجدر تحت. هنا باغي نختزلو دائما بإكس ناقص واحد، إذا غادي نستعملو المرافق مرتين، المرافق ديال الفوقاني والمرافق ديال التحتاني. نبداو باش ما بغينا، يعني الفوقاني ولا التحتاني، ولا نديرهم جوج في خطرة، ولكن من الأحسن نبداو بالواحد باش ما نديرهم جوج. من ما نبداو المرافق ديال البسط اللي هو هاد العدد زائد هاد العدد، ولا المرافق ديال المقام اللي هو العدد زائد هاد العدد. أنا غنبدا بالفوقاني ماشي مشكل، ولما كرينا نقدر يدير المرافق ديال الفوقاني والتحتاني في نفس الوقت. ضربنا في هاد العدد فوق سنديروه، وأنا غادي نزربو واحد الشويه ماشي مشكل. عندنا أ ناقص ب عامل أ زائد ب كيعطينا أ أو كاري، هذا مربع مع الجدر، عندنا مربع غادي يبقى تحت الجدر، غادي يبقى إكس زائد ثلاثة ناقص اثنان مربع هي أربعة، على إكس ناقص واحد، إذا إكس زائد ثلاثة زائد اثنان، عندنا ليميت إكس يساوي واحد، عندنا ثلاثة ناقص أربعة هي ناقص واحد، هابادا ممكن واحد الجدر هنا نسيتو. جدر هو كان هنا، جدر إكس ناقص واحد، هذا إذا إكس زائد ثلاثة زائد اثنان، ولاحظوا لو عوضنا ثاني غادي يعطينا واحد ناقص واحد هو صفر، وهنا واحد ناقص واحد هو صفر، وهنا طبعا غادي يعطينا واحد زائد ثلاثة هو أربعة، جدر أربعة هو جوج زائد جوج هي أربعة، لأن هذا غادي يعطينا أربعة وهذا غادي يعطينا صفر، هذا صفر، إذا صفر على صفر شكل غير محدد، ولكن البروبلام ندير صفر على هذا صفر، فين عندي ما بين هذا وهذا، هذا راه ما مشكلش ليا مشكل، إذا خصني دابا نستعمل المرافق ديال هذا. العدد غنستعمل المرافق ديال جدر إكس ناقص واحد اللي هو جدر إكس زائد واحد، ضربنا في هاد العدد الفوق سنكون تحت، نديرو هنا في الأول ماشي مشكل، حيت الضرب تابع دولي، وهاد العدد نخليوه كما هو. لاحظوا ضربت في المرافق ديال هذا هو هذا، وضربنا الفوق نفس العدد، بحال ضربت في العدد هو العدد الفوق والتحت. غنشوفو دابا كيما كان نقصو، حاضر البسط، دابا غنشوف ما بين هذا وهذا، يعني ما بين هذا وهذا، هذا أ زائد ب عامل أ ناقص ب كيعطينا أ أس اثنان، اللي هو الجدر أس اثنان كيعطينا إكس. ناقص واحد أس اثنان اللي كيعطينا واحد، هذه العملية غير ما بين هادو الجوج، أ زائد ب عامل أ ناقص ب، باش نعرف قبل الملخص، هو جدر إكس زائد ثلاثة زائد اثنان، هو
نخدم ولا عندنا اكس ناقص واحد و اكس ناقص واحد هنا ونختارو عندنا جدر اكس زائد واحد حيت كنركز على المبنى هنا معنا جد اكس زائد ثلاثة زائد دابا غادي نحسبو بكل سهولة نعوضو بواحد جدر مربع واحد هو واحد زائد واحد هو اثنان هنا نعوضو بواحد واحد زائد ثلاثة هو أربعة جدر أربعة هو اثنان زائد اثنان أخرى هو أربعة هنا أربعة هو واحد هنا جوج ودابا غنشوفو النهايات ديال الدوال المثلثية يعني ديال السين القوس والطونجونت ولكن قبل ما ندخل التمرين غادي ندير واحد التذكير بالنسبة للدوال المثلثية كاينين ثلاثة نهايات اللي اعتيادية ناخذ اللي يكون أ والثاني إلى أ بالجمع يعني عدد حقيقي غير منعدم عندنا الليميت إكس يساوي صفر ديال سينيس أ إكس على أ إكس هو واحد غير هذا العدد خصو يكون بحال هذا العدد عندنا الليميت إكس يساوي صفر طونجونت أ إكس على أ إكس هي واحد بهذا الشكل على هذه بحال هذه وعندنا الليميت إكس يساوي صفر ديال واحد ناقص كوس أ إكس على أ إكس اثنان هي واحد على اثنان غير خص يكون عندنا دائما بحال هذا بحال هذا اللي هنا بحال هذا بحال هذا بحال هذا بحال هذا غنشوفو هاد النهاية راه كيخلعوكم ولكن راهم ساهلين غنشوف مثلا هاد النهاية ليميت إكس يساوي صفر سينيس ثلاثة إكس على ربع إكس وإلا عوضنا مباشرة إكس يساوي صفر سينيس صفر صفر على صفر صفر على صفر شكل غير محدد بلا ما نكتبوه كان عندنا صفر على صفر غير شكل غير محدد إذا خصني نحاول نحدو ولاحظوا هنا عندنا ليميت ديال سينيس أ إكس على إكس هو واحد إذا اللي داخل السينيس هنا خصو يكون في المقام عندنا سينيس ثلاثة إكس على ربع إكس غنكتب هنا واحد ثلاثة إكس بحال قسمت عليها وندير فيها جوج حنا مدرت والو قسمت على 3 اكس ودرت جوج 3 اكس ولكن حافظ على 4 اكس عندنا كما اختزلنا تبقى سينيس 3 اكس على 4 اكس هي على درت انا هذه باش تقدم سينيس ا اكس على ا اكس هي واحد يعني اللي كيدير هذه واحد قبل ما نحسبوها نقوم بواحد الاختزال عندنا هنا اختزلوا اكس على اكس تبقى 3 على 4 عندنا هذا واحد وهذا 3 على 4 تساوي 3 على 4 لأن ليميت إكس يساوي صفر سينيس ثلاثة إكس على ثلاثة إكس يساوي واحد سي فاسيل غادي نكملو التمرين الثاني السؤال رقم ثمانية عندنا ليميت إكس يساوي صفر طونجونت اثنان إكس على خمسة إكس غادي نحسبوه عندنا إكس يساوي صفر نعوضها بصفر طونجونت صفر صفر على صفر شكل غير محدد لا نكتبوه تاني هنا كان خصنا نحدو نفس الشيء اللي درنا في السينيس غنديروه في طونجونت طونجونت السينيس نفس الدور عندنا طونجونت اثنان اكس لا داخل طونجونت كي اثنان اكس خصنا نقسم عليها قسمنا عليها ندير جوج داك فيها الا قسمنا عليها نضربو فيه هنا ونحافظ على هاد العدد اللي عندي هنا تساوي تساوي واللي معروفة ولكن طبعا نختزلو هنا نختزلو جوج هنا خمسة هو عندي عارف هنا واحد جوج على خمسة كاع عندنا جوج هنا خمسة لأن ليميت إكس ولا صفر ديال طونجونت اثنان إكس على اثنان إكس تساوي واحد بحال السين بحال الكوس مو بس سهلو عليكم شوية تعرفوا الليميت قبل ما تخرجوها عندنا الليميت إكس على صفر سينيس ثلاثة إكس على أربعة إكس غنضربو هاد سينيس تبقى ثلاثة إكس على أربعة إكس غنختزلو تبقى ثلاثة على أربعة نفس الشيء بالنسبة للطونجونت اللي دركناها هنا جوج إكس على خمسة إكس نختزلو تبقى جوج على خمسة نكملو التمرين ثانيا السؤال رقم تسعود بغينا نحسبو الليميت إكس على صفر واحد ناقص كوس اثنان إكس على إكس أس اثنان أول حاجة كنقومو بيها هو التعويض عن عوض إكس صفر عندنا واحد ناقص كوس صفر كوس صفر هو واحد واحد ناقص واحد هو صفر هنا على صفر صفر على صفر شكل غير محدد لكن باش تكتبوه هنا بلا ما تكتبوه ورا عندكم كالكيلاتريس باش تحسبوا اكس ولا صفر ولا تحفظوهم وغادي نحاول نحدو الشكل
وعندنا واحد ناقص كوس، إذا خصني نتفكروا هاد الخاصية، عندنا خاصية واحد ناقص كوس أ إكس على أ إكس تكون أوس إثنان تساوي واحد على جوج، إذا العدد اللي كيكون هنا خصو يكون هنا أوس إثنان، وعندنا هنا إثنان إكس خصها تكون عندي هنا ضروري إثنان إكس أوس إثنان، علاش باش نرجع لهاد لا فورمول؟ إذا بحال قسمنا هاد العدد غنديرو فيه الجذر، قسمت لأن العدد درت فيه جذر ولكن حافظ هاد إكس مربع ديالي، وغادي نديفولوبي ونشوفو واش غادي يكون، واحد ناقص فورس تاني إكس، هنا تاني إكس شكون أوس إثنان، هنا إثنان مربع هنا إكس أوس إثنان، هنا إكس أوس إثنان، نختارلو غادي نحسبو. كوس اثنان اكس على اثنان اكس اوس اثنان، هادي ديما كنحافظ على بحال القاعدة ديال الخاصية، هي أربعة، هادي عندي خاصية واحد على اثنان، في أربعة هي اثنان، وعاد كتبو لي أن الليميت ديال هادا حسب الخاصية واحد على اثنان. ناقص كوس اثنان اكس على اثنان اكس كل اوس اثنان، لانه يساوي لنا واحد على اثنان، بالتالي السؤال رقم 10 غنحسبو ليميت اكس على صفر سينيس 4 اكس على طونجون 3 اكس عندما اكس الى صفر، وإلا عوضنا مباشرة عندنا سينيس صفر هو صفر، هنا طونجون صفر هو صفر على صفر شكل غير محدد، خصنا نحدوه وغنشوف كيفاش نحدوه شكل سامبل، طونجون تلاتة إكس، ديما غادي نخدمو هاد الخاصيات، هادي ولا هادي ولا هادي، دابا عندنا هادي وهادي، يعني عندنا سينيس أ إكس على أ إكس هو واحد، وطونجون أ إكس على أ إكس هو واحد. نشوف شنو هو اللي ناقص سينيس 4 اكس نقسمو على صفر، عندنا هنا اللي داخل سينيس 4 اكس نقسمو على 4 اكس، ولكن موجوده فاش 4 اكس، حتى عندنا في الشيء طونجونت 3 اكس غادي نقسمو على 3 اكس وندير جوج فاش 3 اكس، دابا غادي نفرقو وتعطينا الليميت، عندنا سينيس غير تستر كلا هنا سينيس 4 اكس على كبر واحد شوية هنا على 4 اكس، وعندنا هنا طونجون 3 اكس على 3 اكس، وعندنا عندنا 4 اكس وحدة على 3 اكس، عندنا غير الاختزال عندنا لا لا اختزلو في هاد اكس سينيس نكتبوها ديريكتومون، هذا غادي يعطينا واحد، هذا غادي يعطينا واحد، هذا اللي اختزلنا غادي يعطينا أربعة على ثلاثة، واحد على واحد أربعة على ثلاثة هي أربعة على ثلاثة، ونكتبو لنا هذا لأن ليميت إكس هنا صفر سينيس أربعة إكس على أربعة إكس يساوي واحد، و ليميت إكس على صفر لي طونجونت ثلاثة إكس على ثلاثة إكس يساوي واحد، و ليميت إكس على صفر لي أربعة إكس على ثلاثة إكس، غنختزل أربعة إكس مع إكس تبقى أربعة على ثانيا السؤال رقم 11 السؤال الأخير، ليميت إكس على صفر واحد ناقص كوس إكس على إكس، فأول حاجة غادي نقومو بالتعويض غنعوض بصفر، عندنا واحد ناقص كوس صفر، كوس صفر هو واحد، واحد ناقص واحد صفر، صفر على صفر شكل غير واحد، إذا خصنا نحاولو نحدو هاد الشكل، من طبعا عندنا الخاصية راهم معروفين، عندنا هادي، إذا بما أن عندنا واحد ناقص كوس إكس غنفكرو في هاد الخاصية، لكن هاد الخاصية خص يكون لي داخل الكوس يكون هنا مربع، ولي عندنا داخل الكوس هو إكس. إذا خصنا
نقسمو على اكس اس 2 ونديرو جدا اكس اس 2 خصنا نضرب في هذا العدد نقسم حافظ على هذا بون غادي نستعمل هذا الشيء حافظ على هذا الفورمه اللي عندنا لكن اختزال اكس على اكس مربع هي اكس عندنا اللينيت ديال هذا هو 1 على 2 وعندنا اكس يساوي على 0 نعوضو بصفر 0 في 1 على 2 هو مثلا 1 على 2 بصفر هو 0 ونكتبو لي بعدا لان اللينيت اكس يساوي على 0 1 ناقص كوس اكس على اكس مربع هو 1 على 2 والليميت اكس يساوي على 0 هي اكس